غدة موجودة عندي في الجسم. بنقسم الليفر اساسا في البيزك لوبيشن بتاعه، بعمل حرف اتش كده، هنرسم اتش، ادي الشرطه الاولانيه بتاعه الاتش، وادي الشرطه الثانيه، وادي الهوريزونتال بارت بتاع الاتش. الاتش هتقسم الخط اللي على يمين الشرطه اللي بالطول ده هيبقى الرايت لوب، والخط اللي على شمال الشرطه الثانيه هيبقى عباره عن الليفت لوب. والشرطه اللي بالعرض دي تمثل منطقه الهايلس او البورتا هيباتس بتاعه الليفر، هيبقى فوقيها فص بسميه الكوديت، وتحتها فص هسميه الكوادريت لوب. الرايت لوب في الحصان بيبقى undivided مش مقسوم. الكوادريت لوب بيتميز بان ليه فيشرد فينترال بوردر اهوت، كل ده عباره عن الكوادريت لوب. نفضل نقول كوادريت لغايه ما بلاقي هنا في عندي رباط كده، ده عباره عن الراوند وبيبقى معاه الفالس فورم ليجامنت، ده الراوند ليجامنت اوف ذا ليفر اللي هو كان في الجنين امبليكال فين، وبيبقى ماشي على الحافه الخارجيه بتاعه الفالس فورم ليجامنت. الجزء الشفاف ده الفالس فورم ليجامنت، والابيض الشريط الابيض ده الراوند ليجامنت كان وريد والتجوف بتاعه اتقفل بعد كده اللي هو الامبليكال فين. رايت لوب، كوادريت لوب، ليفت لوب. الليفت لوب بيبقى ديفايدد لليفت ميديال، الجزء الصغير ده ليفت ميديال لوب، والجزء الكبير ده كله عباره عن الليفت لاترال لوب. طبعا دي كلها عباره عن ليجنز موجوده في الليفر المفروض ان هي ما تبقاش موجوده. اللي فوق البورتا هيباتس ده عباره عن الكوديت لوب، ويبقى ليه جزء فينجر لايك بروسيس كده بسميه الكوديت بروسيس. منطقه البورتا هيباتس هلاقي فيه الليفر بيجيله بيستقبل دم وريدي ودم شرياني. هنا الدم الشرياني عن طريق البروبر هيباتيك ارتري اللي هو جاي من السيلياك ترانك امتداد الهيباتيك، بروبر هيباتيك ارتري ده نيوتريشنال بلس سبلاي اوف ذا ليفر. الجزء اللي قدام التاني ده عبارة عن البورتال فين، ده الفانكشنال بلاد سبلاي اوف ذا ليفر، جايب الدم من السبلين والانتستين والاستومك والبنكرياس ومدخله على الليفر بحيث ان هو يبتدي الليفر يعمل ميتابوليزم. بورتال فين، بروبر هيباتيك ارتري، والقناة اللي هي لونها مخضر شوية ديت عبارة عن البايل داكت، كومن بايل داكت. الحصان الليفر بتاعه مفيش عنده جول بلادر، مفيش مكان يخزن فيه الليفر، انما عنده طبعا البايل داكت بيصب من خلالها العصارة الصفراوية للدودنم. بايل داكت، بورتال فين، بروبر هيباتيك ارتري. بيبقى فيه طبعا عندي هيباتيك نيرف بليكسس، مجموعة من الأعصاب موجودة، وهيباتيك ليمف نودز بتبقى برضه موجودة في نفس الايه المنطقة بتاعة الهايلس. الفيتشرز اللي ممكن نلاقيها برضه هنا بعيد عن الهايلس بقى، هنا بلاقي ده الكودال فينا كاف، الجزء اللي احنا شايفينه قدامنا ده عبارة عن الكودل فينا كافا اهو داخل، كل ده عبارة عن الكودل فينا كافا. هنا دي الرايت كيدني اللي احنا شايفينها قدامنا، دي الرايت كيدني تبقى هارت شيب شكل القلب اهيت، دي الرايت كيدني ومعاها الرايت ادرينال جلاند واليوريتر، ده عبارة عن اليوريتر والرايت رينال ارتري موجود هنا والرينال فين. دي الرايت كيدني بتاعت الهورس عامله ريزمبلنج الايه القلب غير الليفت كيدني. الرايت كيدني كانت ماسكه مع الليفر برباط بسميه هباتو دودنال هباتو رينال ليجامنت، هباتو رينال ليجامنت بين الكوديت لوب والكوديت بروسيس وبين الرايت كيدني هباتو رينال ليجامنت. الرايت لوب بيبقى ماسك مع الديافرام برباط بسميه رايت ترانجولر ليجامنت، والليفت لاترال لوب ماسك مع الديافرام بليفت ترانجولر ليجامنت. وهنا في المنطقه دي بقايا الليسر اومنتوم اللي هو الهباتو دودنال، هباتو دودنال بيبقى في المنطقه دي، وهنا طبعا في الهباتو جاستريك، وده مكان الاستومك ده جاستريك امبريشن، كل ده مكان مكانه المعده موجوده يبقى اسميه جاستريك ايه امبريشن، وهنا ده دودنال امبريشن مكان الدودنم موجود، وهنا في كوليك امبريشن مكان الكولون بيبقى موجود في المنطقه ديت او ملامس الليفر في المنطقه دي. ده بالنسبه للفيسرال سيرفس. بالنسبه للبارايتال سيرفس اللي هو على الناحيه الثانيه برضو نفس الكلام، ده عباره عن الرايت لوب، انا برسم الاتش عادي خالص اهيت، هنا يبقى رايت هنا يبقى ليفت، الشرطه اللي بالعرض تمثل المنطقه اللي فيها البورتا، البورتا طبعا من الناحيه الثانيه ما بتبانش على البارايتال سيرفس،
ولكن بيبقى فوقيها الكوديت لوب، وتحتها يبقى الايه الكوادريت لوب. هنا الكوادريت اهو، الكوادريت بينتهي عند المنطقه اللي بيطلع فيها الراوند ليجامنت والفالسي فورم ليجامنت، الجزء الشفاف ده الفالسي فورم والراوند اللي معاه، فالاثنين مع بعض كده دول بسميهم راوند اند فالسي فورم ليجامنتس اوف ذا ليفر، ليفت ميديال لوب وليفت لاترال لوب، ليفت تريانجولار ليجامنت ورايت تريانجولار ليجامنت. والاثنين دول طبعا البروتينيوم بيبقى مغطي الليفر كده، ويجوا هنا في المكان اللي فيه الكودا فينا كافا، ده مكان الكودا الفينا كافا، ويتحدوا يلفوا كده البوردرز بتاع اللي هي جايه، البروتينيوم ينزل كده على الجناب بتاعه الكودا الفينا كافا من الناحيتين، زي يحوطه كده يلف على الكودا الفينا كافا زي التاج، ويعمل له رباط بسميه الكورونري ليجامنت. هنا ده الكورونري ليجامنت اللي هو بيمسك مع الليفر مع الدايفرام. الكورونري ليجامنت يجي هنا بيكمل بالفالسي فورم اللي بيمشي على الحافه بتاعته او بداخله، كان الايه الامبليكال فين اللي هو دلوقتي بنسميه الراوند ليجامنت اوف ذا ليفر او ليجامنت انتيريس هيباتس. الفتحات اللي احنا بنشوفها هنا في الليفر في البارايتال سيرفيس هي دي عباره عن فتحات او الاوبننجز بتاعت الهيباتيك فينز. انا عندي من 2 او لثلاثه او حوالي 4 هيباتيك فينز، دي الاوبننجز بتاعتهم هذه هي، وبيكون معدي هنا الكودا الفينا كافا فبيصبوا مباشره في الكودا الفينا كافا. فالفتحات اللي احنا شايفينها دي كلها عباره عن الاوبننجز بتاعت الهيباتيك فينز. الهيباتيك فينز لا تغادر الليفر من خلال البورتا هيباتس، ولكن بتطلع من السطح الايه البارايتال سيرفيس مباشره، تلاقي الكودا الفينا كافا جاي فتصب الايه الكونتنت بتاعتها في الكودا الفينا كافا اللي احنا شفناه، يطلع من هنا من الليفر من هنا.